السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنجهز مع بعض شنطة العمرة وكل حاجة بقى هقولك عليها، اللي هتحتاجيه واللي مش هتحتاجيه هناك، هقولك على كل حاجة عشان ما تنسيش حاجة. أنا هفكرك، هعمله على جزئين، ده الجزء الأول، وهنزلك إن شاء الله جزء تاني ببقية الحاجة عشان ما طولش عليكي الفيديو. ونبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما أبدأ، بالله عليكي ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك، ولو انت جديدة في القناة وشيري الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن عشان الكل يستفيد، وربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب. أول حاجة هبدأ بيها إن شاء الله هي المصلية بتاعتك. هتاخدي المصلية وهتاخدي السبحة كمان معاها، دي علشان ما تنسيش، دول هيكونوا معاكي طول الرحلة وهنبقى نحطهم في الشنطة الصغيرة بعد كده. هتاخدي برضو الشرابات، انا ببدأ بالحاجات الصغيرة اللي ممكن انساها علشان ايه ما ننساهاش، تمام كده. وهتبدأي بقى تجهزي هدومك، هتاخدي هدومك الداخلية والخارجية وهدوم البيت، يعني ثلاث أجزاء، العبايات والنوم والداخلية. أنا هنا واخدة عبايتين صمر أهم واتنين أبيض بطرحتهم وبالقميص بتاعهم والبنطلون بالطقم يعني بتاعهم كله، تمام كده. وهاخد طبعا الهدوم الداخلية بقى، هتتاخدي القمصان الداخلية اللي هتلبسيها، وهتاخدي معاكي كفر للخدادية وفوطة، وخدي جلابيتين اتنين بس، انا واخدة اتنين بس للنوم علشان انتي مش هتستعمليهم كتير، النوم هيبقى قليل. ودول بناطيل طبعا هيتلبسوا من تحت العبايات، وهتاخدي الطرح على قد ما تقدري بقى كتري. هتاخدي بقى معاكي الوردة دي كده للاستحمام هناك للشاور. هاجي بقى الأهم نقطة واللي بتسألوني كلكم عليه، وانا قلت هعمل حلقة خاصة بيه، هعمل فيديو خاص بيه، بس قلت هدخله في عشان ما اطولش عليكم الفيديوهات واكترها وتوهوا مني، فانا قلت هدخله في تجهيز شنطة العمرة، وهو كوتشي الاحرام اللي بتكلم عليه كتير واللي بقولك ان هو هينفعك كتير جدا. هو ده اهو زي ما انتم شايفين، هو ليه لزق كده اهو، هو طري جدا، شايفة يعني هو طري جدا. اولا جبته منين؟ جبته من العتبة، من عند محلات ابو الفدا، محلات دي مشهورة جدا في العتبة، او لو انت مش خارج مصر يعني اسألي عليه في المحلات اللي بتبيع مستلزمات الحج والعمرة هتلاقيه. ده رهيب رهيب. بالنسبة للمتابعة اللي سألتني، هي ربنا يحفظها يا رب ويشفيها ويعافيها، عندها واحدة اتنين، هما اتنين، واحدة عندها عظمة في رجليها تقريبا، فبتقول لي ينفع ان انا اطوف بيه حوالين الكعبة. هو ينفع، وكنت بشوف ناس كده فعلا، بس يكون نظيف خالص يعني ما مشيتيش بيه في شارع، لا يكون لسه جديد ونظيف وما تستخدموهوش غير في الطواف وبس. برضو بالنسبة للمتابعة اللي ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، عندها مرض السكر وبتقولي برضو رجليا بتوجعني لو مشيت بشراب على السيراميك، فبرضو نفس النظام هيكون، هتلبسيه بس يكون نظيف تماما. خلاص تمام. ده بالنسبة للكوتشي اللي اتسألت عليه كتير جدا، زي ما قلتلك اهو شوفي طري جدا، فعشان كده مريح وهيكون مريح جدا معاكي وهينفعك قوي. نيجي بقى للفقرة بتاعة الادوات النظافة بقى،
ادوات النظافه الشخصيه دي هجمعها كلها مع بعض في كيس دلوقتي معاكم. قبل ما انسى، بس الاول هحط الشاحن. هتحطي الشاحن بتاعك، تمام. ودي النوتة اللي كلمتكم عليها في الفيديوهات اللي فاتت، قلتلك خدي نوتة معاكي سجلي فيها ارقام التليفونات المهمة، سجلي فيها اي حاجة مهمة انت عايزة، عناوين المحلات اللي هتجيبي منها الهدايا اللي انت عايزاه، كله هتسجليه في النوتة دي وهتخليها معاكي في الشنطة الصغيرة اللي هتكون معاكي على طول ان شاء الله مع اوراقك الشخصية، تمام. هنيجي بقى للجزء بتاع الادوات النظافة الشخصية. في كيس كده محكم بقى الغلق كده زي ده، او في شنطة، شنطة مكياج، شنطة اي شنطة عندك وهتحطي فيها حاجتك. هبدأ اول حاجة بالمقص ده اللي هنفك بيه الاحرام، ده اللي هتتحللي بيه، والكحول ما تنسيش الكحول معاكي، وفرشة الاسنان والمعجون طبعا، وده مسك، والقصافة، وتوك للشعر كده، وزبدة كاكاو، ودبابيس بقى طرح بانواعها على حسب استخدامك انتي، وكريم مرطب اهو، ومزيل للعرق، والمشط بتاعي، وده زيت للشعر او لو انتي بتستعملي كريم اللي يعجبك. وده على فكرة تحفة الزيت ده، انا جايباه من هناك، حاولي تجيبيه، هو الازازة الكبيرة دي بعشرة ريال بس، حاولي تجيبي من هناك لو انتي بتستعمليه، بجد تحفة جدا وحلوة قوي في الاستخدام، بينعم الشعر، تحفة تحفة بجد، تمام كده. وهحط نظاراتي كمان، دي نظارة الشمس ودي نظارة النظر بتاعتي بس، وهقفل بقى ده كله وهحطه في الشنطة برضو هنا كده معايا. وما تنسيش ازازة المية اللي قلتلك عليها، او لحاجة سخنة حاجة ساقعة اهي، ودي برضو انا هاخد واحدة تانية هملاها مية زمزم علشان تكون معاكي في اثناء السعي. الحاجة المهمة بقى اللي دايما بقولك عليها في الفيديوهات ما تنسهاش، هي الشال. شال لازم يكون معاكي شال تقيل، خليه معاكي على طول، هتحتاجيه في الباصات وانت مسافرة من جدة للمدينة او العكس، او هتحتاجيه في الحرم لو قعدتي فترات طويلة في المصليات بتكون التكييف عالي جدا. ودي بقى شنطة الادوية زي ما انتوا شايفين كده، انا واخده مسكن، واخده حاجات كتيره يعني، واخده مسكن، اللزق الطبي، هقولك على اهم الحاجات يعني، اللزق الطبي ده مسكن تاني اهو، ومضاد حيوي طبعا، واخده سرنجات معايا، واخده حقن كده للطوارئ. فانت خدي وادويتي، فانت خدي ايه كل الادويه اللي انت هتحتاجيها هناك، وادويه للبرد طبعا، وادويتك لو انت مثلا بتاخدي ادويه معينه، دي برضو هتكون معانا. ودي انا عامله حلقه بيها خاصه بكل الادويه، هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، ارجعوا له، خاصه بالادويه اللي هناخدها معانا بس. وده كوتش تاني بقى للخروج، نسيت احطه، هبقى احطه بقى من تحت، ده برضو هينفعك، خلي حاجة للخروج وحاجة للطواف، يعني اللي احنا قلنا عليه الابيض ده خليه للطواف بس، وده خليه للخروج، او زي ما انت عايزة بقى هتاخدي ايه معاكي، المهم تاخدي حاجة مريحة برضو في المشي عشان لو مشيتي كتير في الخروجات. دي اغلب الحاجات الضرورية، ان شاء الله باذن الله هنزل جزء تاني ببقية الحاجات وبالاكل اللي ينفع تاخديه معاكي واللي هينفعك هناك،
هنزل لكم جزء تاني منها، مش عايزة اطول عليكم الفيديو. وبرضو في الجزء التاني لو افتكرت حاجة هقول لكم عليها ان شاء الله. ما تنسونيش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتم الحج والعمرة لله. ربنا أمرنا إن احنا نتم العمرة زي الحج بالظبط. تتميها ازاي وانتي تعبانة او بعد الشر يعني؟ فلازم تكوني في قمة صحتك وقمة قوتك علشان تقدري تتمي العمرة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا، وعشان تبقى المناسك بتاعتك صحيحة وتقدري تبشري ما تتمي المناسك بتاعتك وانتي في صحة جيدة بإذن الله تعالى. عشان كده النهاردة انا جايبه لكم الفيديو ده، هقولك على كل الادوية اللي انت هتحتاجيها تاخديها معاكي، وكل الاحتياطات اللي هتعمليها وهتاخدي معاكي ايه بالظبط علشان ما تحتاجيش. اولا عشان تحافظي على صحتك دايما، لان العمرة فيها مشقة فانت محتاجة انك تحافظي على صحتك. تاني حاجة علشان ما تغرميش تمن اي دواء هناك، لان هناك الادوية غالية جدا. هي بالنسبة لهم كويسة، اسعارها كويسة بالنسبة للي بيقبض بالريال، لكن بالنسبة لنا احنا علشان احنا بنحسبها بالمصري فهي فعلا غالية جدا علينا. فعلشان كده هقولك على كل الأدوية دي تخليها معاكي في الشنطة، بالإضافة للأدوية الخاصة بيك انت لو انت مثلا بتاخدي أدويتك الخاصة، أو عندك لا قدر الله مرض معين مثلا بتاخدي له أدوية، فانت هتاخدي أدويتك بالإضافة للأدوية الأساسية اللي قدامك دي اللي انت هتاخديها. وطبعا مع اختلاف المسميات، انا هقولك على الدواء اللي هتاخديه لكل مرض مثلا ممكن يجيلك بعد الشر هناك، وانت تاخدي الاسم اللي انت الدواء اللي انت بتاخديه او متعودة عليه. يعني ادوية البرد مثلا تشوفي انت متعودة تاخدي ايه وخديه، مش شرط اللي انا حطاهم في الفيديو. انا حاطه اللي حطاه في الفيديو ده انا متعوده اخده عليه، وانا جايبه لك كذا كمان اختيار. تمام. اهم حاجه هتاخديها معاكي هي ادويه البرد، وهنبدا بيها ده ادول مسكن، بنادول 1 2 3، كل الحاجات دي لازم تكون معاكي طبعا، لان البرد هناك العدوى هناك كتيره جدا، فلازم تكوني مكتره من ادويه البرد ومن مسكنات الحراره وكده. فانا واخده هنا 3 انواع معايا احتياطي. واول حاجه كمان عشان انا دايما سناني بتوجعني، فواخده كتافاست مسكن، وده برضو بينفع في اي حاجه. واخده كمان مضاد حيوي، اهم حاجه لازم تاخدي مضاد حيوي، وبرضو ما تلتزميش بالاسم اللي انا واخداه ده، انا متعوده اخد ده. ده فولترين برضو عشان وجع رجليا، لما بمشي كتير فرجلي بتوجعني، فواخده مسكن الفولترين. انت برضو تاخدي اللي انت متعوده عليه. ده للترجيع، علاج للترجيع برضو خديه معاكي. مغص، علاج للمغص، انا كنت واخده في سارجين، انت خدي اللي انت عايزاه اللي انت متعوده تاخديه. دواء الاسهال ده برضو ده لازم يكون في شنطتك تحسبا لاي حاجه. وزي ما قلت لك كل الادويه اللي انا حطها دي بالاضافه لادويتك الشخصيه. خدي لاصقات الجروح، دي برضو مفيدة جدا ومهمة جدا. خدي قطن معاكي، ده كيس قطن اهو انا كنت واخداه معايا. خدي كمان الفازلين، فازلين برضو مهم جدا.
دي ادويتي بقى الخاصه. يعني انت مثلا لو عندك حساسيه، انا عندي حساسيه فواخده دواء الحساسيه، وواخده الكالسيوم بتاعي، واخده الحقن المقويه بتاعتي بتاعت الاعصاب. يعني اي حاجه خاصه بيكي بقى، ادويتك اللي هي اللي انت متعوده بتاخديها دي هتاخديها معاكي بالاضافه للحاجات دي. اهم حاجه هي ادويه البرد، المضاد الحيوي، ادويه الاسهال، الترجيع، لان في ناس كانت بتجيلهم ضربات شمس معانا. واهم من ده كله كمان كنت واخده الدواء اللي هو الخاص بالدوار ده، بقى مهم جدا جدا جدا. ليه بقى؟ ان انت هتاخديه اول حباية هتاخديها قبل ما تطلعي، قبل ما تسافري او قبل ما تركبي الطيارة بنص ساعة، تاخدي الحباية دي. بجد فرقت معايا كتير جدا، انا وانا جاية نسيت وما خدتهاش. يا نهاري، حصل لي طنين جامد جدا من الطيارة اثناء الصعود واثناء هبوطها، حصلت طنين جامد جدا في وداني، وهو حلو جدا اللي هو ده بيتسير كده. بصراحة والله فرق معايا جدا جدا، وعرفت قيمته وعرفت قيمة الحباية اللي انا خدتها قبل السفر وانا راحة، لاني نسيت اخدها وانا جاية، اتبهدلت وداني قعدت يومين شبه مسدودة، ولا تعبت جامد جدا من غيره. فده لازم لازم تاخديه وخليه معاكي في شنطتك، خديه قبل ما تسافري وانت راحة، وقبل ما تيجي تركبي ان شاء الله بالسلامة وانت جاية. وزي ما قلتلك الأدوية دي لازم تكون في شنطتك، بالإضافة بقى للمراهم، مراهم مثلا للتسلخات، مراهم ملطفة، الحاجات دي برضو لازم تاخديها معاكي. أنا قلتلك الأساسيات، وانت بتزودي بقى أدويتك الشخصية وبتزودي الحاجات اللي انت بتحتاجي تستعمليها، وعمرة مقبولة إن شاء الله.